بسم الله الرحمن الرحيم أيها الأخوة الكرام، ينطلق على البركة والتوفيق الشوط الثاني عشر للإبكار المهجنات فئة الإنتاج والمنتجين، ومباشرة إلى المركز الأول، ويعتبر الشوط الأول للمهجنات في الإنتاج مباشرة إلى تعداد الأسماء الأولى المنطلقة. هنالك المركز الأول نهرين محمد بن مسلم بن طرشوم العامري مع المركز الأول مع الصدارة ومع القوة الأولى والتحديات المثيرة، والمركز الثاني المركز الثاني سمحة لعلي بن الدحبة بن سعيد بن زفنة العفاري مع المركز الآن الثاني، وهنالك ربشة لعبد الله بن سالم بن أحمد بن حوتة العامري، وانتقلت إلى المركز المتقدم، بينما التسلل من الجهة الأخرى والوصول من بداية للسيد مبارك بن محمد بن مبارك الخيلي مع المركز الآن الرابع، وعلى المركز الخامس أتأخر إلى المجموعة الأخرى وإلى هذا السيل الجارف المتقدم الملاحق للأسماء المتقدمة الأولى. الوصول في هذه اللحظات من قبل فريحة لحمد بن بخيت بن نوبي العامري الباحث أيضا عن نقاط متكررة، وكذلك الوصول من بطاشة لراشد بن خليفة النيادي الواصل والمنطلق، وأيضا الملاحق بهذه الأسماء المنطلقة والمندفعة. بينما اعود الى مقدمة الشوط والى صدارة المركز الاول يا مخرجنا العزيز، مع المركز الاول ومع الصدارة ومع المقدمة والقيادة والسيطرة هنالك على الهواء مباشرة المركز الاول والكادر الاول، شكرا. بينما مقدمة الشوط والصدارة هو التحدي من نهرين، نهرين يا نهرين، ليس نهر وإنما عدة أنهار من النواميس ومن أيضا الإثارة والتحدي والأصالة. وربشة مع المركز الثاني، ملكية طبعا نهرين لمحمد بن طرشوم العامري مع المركز الأول، وفي المركز الثاني ربشة لعبد الله بن سالم بن أحمد بن حوتة العامري مع المركز الآن الثاني وعلى المركز الثالث. الله الله الله، بداية مبارك محمد بن مبارك بالعور الخيلي الواصل والمنطلق مع هذه المشاركة من خلال حضور بداية على المركز الثالث. الدور دور المركز الرابع، المركز الرابع سمحة للسيد علي بن الدحبة بن سعيد بن زفنة العفاري مع المركز الآن الملاحق، بينما المركز الخامس الوصول من بطاشة للسيد راشد بن خليفة النيادي، والتسللات الجميلة والرائعة من حمد بن بخيت بن نوبي العامري من خلال مشاركة فريحة مع المركز الآن السادس وعلى المركز السابع. المركز السابع بشاير لأحمد بن عبيد بن غنام المزروعي وبشاير الخير، بينما الذيب بل محمد بن مفتاح بن محمد الشامسي الواصل والمنطلق مع التحديات ومع الإثارة ومع القوة، وأيضا وصولها وإنجازاتها الرائعة والمميزة. الله، شوفوا الضغوطات هني، شوفوا الضغوطات وشوفوا الأسماء الملاحقة والواصلة وأيضا المتحدية في هذا المكان وفي هذا الزمان لعلي بن الدحبة بن سعيد الواصل، وكذلك التسللات القوية مع الذيبة مع بن مفتاح الشامسي والزاوية الأخرى وما تحمله لنا من مفاجآت وأسماء قادمة ومحلقة وباحثة أيضا عن التحديات والإثارة. كما نذكر أن صاحبة المركز الثالث، المركز الثالث كان من نصيبة جبارة للسيد هلال بن غدير العجيد الكتبي في المركز الثالث، هذا ما وجب التنويه له وتكراره مرة أخرى. الشوط الذي انتهى قبل قليل كان من نصيب صاحبة المركز الثالث جبارة، والتهنئة لك يا أبو العجيد على الفوز بالمركز الثالث، كانت منافسة قوية. أعود إلى مجريات وأحداث هذه المسيرة مع المركز الأول ومع الصدارة. الله يا بداية، الله يا بالعور، الله يا بالعور، سلامي عليك يا الخير.
يلي مع هذه السيطرة، مع بداية الخير ومع بداية النواميس مع المركز الأول ومع الصدارة. هنالك المبارك بن محمد بن مبارك الخيالي مع المركز الأول، المركز الثاني فراح حمد بن مخيت بن نوبي العامري مع المركز الآن الثاني وعلى المركز الثالث والزاوية الأخرى وما تحمله لنا. ولكن الكير المتر النهائي، الكير المتر النهائي، 1000 متر ما تبقى فقط من عمر مسافة هذا الشوط عن الإنتاج والمنتجين. يا سلام يا سلام يا سلام، المركز الثالث بطاشة راشد بن خليفة النيادي. ولكن ارصد لي ارصد لي هذا الخدوم، الذيبة 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 وصلت محمد بن مفتاح بن محمد الشامسي يا سلامي عليه. وكذلك الوصول الكبير من التماس احمد بن خليفة بن زهرة الخيالي، ووصول وصلت غارة وصلت غارة صاحبة الانجازات واصلة لخليفة بن محمد بن الويع الخيالي الواصلة والمنطلقة والباحثة مع المركز الان الخامس. يا سلام يا سلام يا سلام، اعود الى المركز الاول، اعود الى الصدارة، اعود 500 متر النهائية، الذيبة 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 مع المركز الاول، الذيبة مع الصدارة، الذيبة محمد بن مفتاح بن محمد الشامسي مع المركز الاول والصدارة. يا سلام يا سلام يا سلام يا سلام يا سلام، محمد بن مفتاح الشامسي مع الذيبة ومع هذه الانطلاقة الرائعة. المركز الثاني التماس احمد بن خليفة بن زهرة، يا سلام يا سلام يا بن زهرة يا سلام، مع المركز الان الثاني. ولكن الناموس يا مالك الذيبة، السلام يا لك يا مالك الذيبة، محمد بن مفتاح بن محمد الشامسي مع الناموس مع التحدي والإثارة. سلام صباحي لك يا بن مفتاح، سلام الشامسي، سلام تحدي وإثارة على هذا الفوز، سلامي عليك محمد بن مفتاح محمد الشامسي مع الذيب المركز الأول. المركز الثاني التماس أحمد بن خليفة بن زهرة الخيالي، وفي المركز الرابع. المركز الثالث كان من نصيب غارة خليفة بن أحمد بن الويع أو محمد بن الويع. وفي المركز الرابع الوصول القوي من هذه الأسماء كان دخول للذيبة لسالم بن طبازة بن الدود العامري. يا مرحبا يا أبو طبازة. بينما الأسماء القادمة كانت التحديات والإثارة والمتعة مع هذه الأسماء المنطلقة والباحثة عن الفوز وعن الانتصار. هكذا مشاهدينا متابعين الأعزاء، 7:46 وجزئين من الثواني، التهاني والناموس لمالك الذيبة محمد بن مفتاح بن محمد الشامسي على فوزها بالمركز الأول وبالصدارة. بينما المركز الثاني اللي قدمت عروض تشكر عليها كان من نصيب التماس لأحمد بن خليفة بن زهرة الخيلي. وصباح الخير يا هالي أيضا رملة الراعي. و7:48 جزءا واحدا من الثواني صاحبة المركز الثاني، كان الإبداع متواصلا مع التماس أحمد بن خليفة بن زهرة الخيلي. بينما المركز الثالث اللي قدمت عروض رائعة تشكر عليها كان من نصيب زاهية. يا سلامي عليك يا راعي زاهية، وتستاهل يا أبو سعيد. والسلام لسعيد بالعثب الخزع العامري، والتحية الكبيرة للعثب الخزع العامري أبو سعيد صاحب الإنجازات وصاحب المفاجآت الذي يأتينا دائما بكل ما هو جديد ومفيد. ونتمنى لك التوفيق دائما. 7:48 5 أجزاء من الثواني، تهانينا والناموس.